يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا المزامير في آية وترنيمة يا آية وترنيمة يا آية وترنيمة يا يلا معايا أهلا بيكم أحبائي المشاهدين ويوم جديد ومن جديد وحلقة جديدة من برنامجنا آية وترنيماية. آية هذا اليوم من مزمور 20. فكرة سريعة، مزمور 20-21 دي كانت صلوات بيصلوها قبل الحرب، وكانت زي دعوات أو أمنيات بيترجوها إنه يكونوا بينتصروا في الحروب قدام الرب، يعني من قبل الرب قدام جيش مثلا زي جيش أرام أو غيره. كاتب الكلمات دي النهاردة في اخترت عدد نمرة 5 عدد من مزمور 20. تعالوا شوفوا هذه الأمنية، أو خلينا نسميها هذه الصلاة التي ترفع. طبعا احنا بناخدها في معناها القريب لأنفسنا. تعالوا نصلي هذه الكلمات لحياتنا. نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا ليكمل الرب كل سؤلك. مزمور 20:5. يلا نقول مرة كمان ونحفظ سوا، وخلي مش هسميها الرجاء بس ولا الأمنيات بس، لكن خلي التماسك للرب النهاردة وانت بتطلب هذه الطلبة من قلب بيحب الرب. يقول له رب اديني هذه النصرة، اديني رفعة الراية، ان يكون عالمك فوقي محبة وتكون أفراحي يا رب على أساس عظمة ما صنعت لنفسي. يلا تعالوا نرنم الكلام ده أو نحفظ الكلام ده في مزمور 20. يلا قولوا معايا، نترنم بخلاصك وباسم إلهنا نرفع رايتنا ليكمل الرب كل سؤلك. مزمور 20:5. وآه ما أرواح كلماته، هو بيتمنى هذا، ليكمل الرب كل سؤلك، كل اللي انت عايزه قدام الرب. طبعا هو هنا يمكن بيتكلم عن الطلبات الزمنية او عن نصرة في الحرب او ما الى ذلك، لكن النهاردة انا اشجعك واقولك ليكمل الرب كل سؤلك. واجيب آية جميلة من مزمور 37 يقولك يا حبيبي لو انت عايز سؤل قلبك، لو انت نفسك فعلا تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. وكأنه يقول في هذه الكلمات الرائعة، يقول النهاردة لو انت نفسك فعلا في سؤل قلبك يكمل الرب كل سؤل قلبك، تلذذ بالرب، افرح بيه، امسك فيه، تشدد بيه، ليكمل الرب كل سؤلك. نترنم بخلاصك يا رب. النهاردة ترنيمتنا هتكون عبارة عن فرحة بخلاصك. الخلاص هنا مش بس بيتكلم عن الخلاص من الخطية، بالمناسبة كلمة الخلاص في الكتاب المقدس تنفع تيجي بمعنى كلمة الإنقاذ. يعني لما يقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، هنا مش بتكلم بس على الخلاص من الخطية، لأنه بعديها لو تاخد بالك يقول مثلا إن نزل علي جيش ففي ذلك أنا مطمئن. مش بتكلم على غفران خطايا، بتكلم على إنقاذ من موقف صعب أو من أزمة معينة. أنا أشجعك النهاردة تقول له أنا هترنم بخلاصك، مش بس خلاصي من الخطية، لكن كمان أترنم بإنقاذك، بنتيجة عظيمة تصنعها في حياتي النهاردة، نتيجة عظيمة رب توجد نفسي فيها، وانت بتطلعني من كل أزمة، وانت بتسند نفسي، وانت بتشجع حياتي. يا رب النهاردة باسمك أرفع رايتي، ورايتك وعلمك فوقي محبة على كل المقاييس في حياتي. أضع حياتي بين إيديك يا رب، بيت وشغل واجتماعات وحياة وظروف وإمكانيات وبلد وحكايات ويا رب وجيران وولاد وشغل وصحة وفلوس وإمكانيات وطموح وكل ما عندي بجيبه يا رب النهاردة، وأقول لك أترنم بخلاصك وباسمك أرفع على قلبي وعلى حياتي
راية محبة. أشكرك لأنك موجود في هذه الحياة، أشكرك لأنك سيد هذه الحياة، لأنك أنت المتحكم، أنت رب، أنت اللي ماسك الحياة دي، أنت اللي بتقود هذه الحياة، أني أضع حياتي بين إيديك. الله أنت خلاصي فأطمئن، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن، في يدك وديعتي ففيك ثقتي، أني أفرح وأترنم بك، أني أعظم غنى نعمتك جدا يا رب قدام عظمة ما صنعت لحياتي، أسجد في حضرتك أترنم وأرفع رايتك فوقي وأفضل أقول أشكرك، وأنت كفيل جدا بأنك تتمم كل سؤلي. الله أنت خلاصي فأطمئن، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن، في يدك وديعتي، في يدك وديعتي ففيك ثقتي، أعيش معك للمدى بالغلبة مرددة، سأهزم فيك العدا ففيك ثقتي، أعيش معك للمدى بالغلبة مرددة، سأهزم فيك العدا ففيك ثقتي، الله أنت خلاصي فأطمئن، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن، في يدك وديعتي، في يدك وديعتي ففيك ثقتي، يزمجر عدوي يقول لابتلاعي، لكنك حصن لي ففيك ثقتي، يزمجر عدوي يقول لابتلاعي، لكنك حصن لي ففيك ثقتي، الله أنت خلاصي فأطمئن، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن، في يدك وديعتي، في يدك وديعتي ففيك ثقتي، مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك، على الآتي أشكرك ففيك ثقتي، مستقبلي في يدك مؤمن لي عندك، على الآتي أشكرك ففيك ثقتي، الله أنت خلاصي فأطمئن، ترنيمتي وقوتي فإني أؤمن، في يدك وديعتي، في يدك وديعتي ففيك ثقتي، ففيك ثقتي، ففيك ثقتي. ربنا يديك يوم طيب وجميل.
يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا. ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. سمعتي